السيد أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيس وسابقا رئيس قسم القلب بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. هيك إيه رأيك في كارديو أليكس السنة دي، وهيك شايف إن ده إزاي هيساهم في ارتفاع الأداء الطبي للأطباء في مصر؟ الحقيقة أنا راجل كبير وأنا دكتور قلب بقالي فترة طويلة جدا، وأنا بروح مؤتمرات من وأنا لسه صغير لغاية النهاردة. المؤتمر ده من أحسن المؤتمرات اللي بتتعمل في مصر وأعتقد في الشرق الأوسط، وهي تضاهي المؤتمرات الأوروبية والأمريكية. وأنا بعتبر هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث في العالم بعد مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الأوروبية لأمراض القلب. كل جديد في المؤتمر ده، كل حاجة جديدة في المؤتمر، مش بس في الأسطرة والتوسيع الشرايين والصمامات، لا ده كمان في طب ارتفاع ضغط الدم ازاي يتعالج، الصمامات ازاي تتعالج، ازاي قصور الشرايين تعالجيه ازاي. دلوقتي كمان احنا اي عيان بيجي له جلطه في القلب جري احنا بنعمل له ندخله الاسطره ونعمل له توسيع للشريان. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، فاحنا لازم، وفي ناس كتير ما بيعملوهوش ولسه ناس كتير مش فاهماه. فهنا المؤتمر ده فهم الناس امتى العيان اللي يجي على طول لازم يتعمل له ايه، والعيان اللي في صدمه قلبيه لازم يتعمل له ايه، والعيان اللي ما راح مكان ما فيهوش قسطره يتعمل له ايه. فهنا بقى في جايد لاينز، بقى في طريقه معينه لكل الناس لازم تتبعها، واللي ما يتبعش هذه الجايد لاينز هو الغلطان، لانه هو ممكن يساءل بعد كده. فالمؤتمر الحقيقه برود هايل وفي كل حاجة، حتى الشركات اللي موجودة عاملة عرض على أعلى مستوى، عاملين كل الانفستيجيشنز سوري الأبحاث اللي موجودة عندهم، وإزاي نقدر نرخص أسعارهم، وإحنا بنفهمهم إزاي الكلام ده، لأن إحنا في مصر غير برة. أكيد طبعا. بس الحقيقة حاجة جميلة جدا. يعني سمعنا عن كتاب حياتك الجديد، ممكن تكلمنا عنه أكتر؟ والله أنا عامله لكل الناس، أنا عامله للطلبة وعامله للناس كلها. الكتاب ده هو باللغة العربية والإنجليزية لطب القلب، وهو يساوي كتاب برونولد الكبير ده، هو كله 840 صفحة، بيحتوي على طب القلب، إزاي المريض يتشخص، إزاي المريض تاخدي منه الهيستوري المرضي او التاريخ المرضي، ازاي تسمعيه وتشخصيه، يعني تشخصي ازاي بايدك، ازاي تشخصي بعينك، ازاي تشخصي بالسماعه، بعد كده ازاي تعالجي وازاي تعرفي الحاله دي، وعندك ديفرنشال دايجنوزيس يعني ايه، يعني في حالات بتتشابه، ازاي تفرقي ما بين الحالات دي عشان تطلعي التشخيص المظبوط. ده كله موجود. ازاي تعملي توسيع شرايين، ازاي تغيري صمامات، ازاي تعملي اشعه مقطعيه على الشرايين، رسم القلب موجود فيها، الاشعه المقطعيه موجوده فيها، الموجات الصوتيه موجوده فيه، كل حاجه عن طب القلب من اول البكالوريوس لغايه الدكتوراه. واي حد المفروض ياخد الكتاب ده ويقراه علشان يعرف يكلم المريض بتاعه، وعلشان يعرف يدرس للطالب بتاعه، وعلشان الناس اللي بيبول يفهموا ايه الطب ده، ايه القلب ده، لما يجوا الدكتور يكلمهم يبقوا فاهمين هما بيقول لهم ايه. بس وربنا يوفق ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور على وقتك معانا النهارده. ميرسي يا حبيبتي.